انا ايه اللي يضمن لي بعد ما تاخد باقي فلوسك ما تسربش التسجيلات؟ طب وانا ايه اللي يضمن لي انك ما تغدرش بيا؟ مفيش حد بيقض الكلب عشان عضه. والنبي بتحصل، مفيش حاجه مضمونه في الزمان ده يا اكرم باشا. وانت الحكمه نزلت عليك وانت في السجن؟ لو انت الصادق اتعلمتها من اللي حصل معاك، يعني شوف سبحان الله، تكون انت ناوي على حاجه تقوم تحصل حاجه تانيه خالص، لا على البال ولا على الخاطر. يعني انت متاكد انه مش هيوصل حي؟ عيب يا باشا السؤال ده، الفرامل على فسوه، يعني قبل ما عم سعادتك يوصل الكارته هتكون العربيه الدشبورد. خد دول زياده من عندي حبيبي. يا باشا يا بواكي يا بواكي. ايه يا حاج، انت في المكتب اجيلك؟ لا انا مش في المكتب يا اكرم. رايح البيت؟ لا لا لا، انا سافرت مع عمك او ساي جنبي اهو. على فكره انا اقنعته انه ما يبلغش. يا حاج انزل من العربيه. انت بتقول يا اكرم؟ نط من العربيه، الفرامل مقطوعه. الفرامل مقطوعه ازاي؟ انت عملت ايه يا اكرم؟ قطع الفرامل وهو عايز يموتك. عملت كده ليه؟ انا هوديك تاني. حاسب يا حاج، لو عايز تداوي الجرح القديم وتلمه اديني بقيت فلوسي. مستعجل على ايه؟ مش ممكن احتاجك في عمليه تانية؟ ودي عمليه ايه دي بقى ان شاء الله؟ كله بوقت. ماشي هنشوف. المايه تكدب الغطاس. صباحو. Thank you.